بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. طبعا احنا بنبدأ النهاردة الدورة معهد المحاماة. طبعا كلنا كده بنلتقي اول مره مع بعض، بس احنا التقينا في جلسه حلف اليمين، يعني بس جلسه حلف اليمين بتبقى محدده، جلسه حلف يمين تبقى للقانون المحامي. النهارده احنا بنبدا دوره جديده للمحاماه طبقا لقانون المحاماه. وطبعا احنا الدوره دي بكام؟ يعني طبعا احنا الحمد لله قطعنا شوط حلو جدا وشوط كبير جدا بالنسبه لمعنى المحاماه وبالنسبه للمحامين. طبعا الاستاذ اسماعيل انا معايا اللي هو في بالنسبه للمعهد، بس عشان نبقى ايه، احنا الدوره اللي فاتت دي احنا المعهد الدراسه فيه دراسه موضوعيه، دراسه مهنيه، دراسه تتعلق بموضوع المحاماه. ايه هو المحامي؟ المطلوب منه يبقى ايه؟ ضوابط ممارسته للمحاماه، ضوابط علاقاته بكل افراد المجتمع ايه؟ ده مهم جدا قبل ما نبدا نقول احنا هنترافع ازاي في المحكمه. لازم ناسس نفسنا احنا هنبدا ازاي، وده طبعا مهم جدا جدا. ما اقدرش امارس المحاماه الا اذا كنت انا مؤهل تماما لان انا امارس رساله المحاماه في كل الامور المتعلقه بالمحاماه. بمعنى ادق ايه الموضوعات دي؟ كل الموضوعات اللي تتعلق بالمجتمع وبحياه المجتمع، كل دي بنظمها قانون، بنظمها قانون. قانون انتوا درستوا القانون في الجامعه صح؟ ما ساكت ليه كده؟ بين ما رحتش. فهنا احنا درسنا القانون في الجامعه، في ايه بقى؟ كل الموضوعات اللي بيعيشها المجتمع. كل الموضوعات دي وكل الوقائع دي بنظمها قانون. الدنيا مش سايبه كده، كل الوقائع، حتى الكلمه، حتى الكلمه اللي بتتكلمها بنظمها قانون. ممكن بتتكلم كلمه، بتتكلم حديث كويس، بتتكلم ويتعلق باي موضوع، وممكن تستعمل اللفظ ان اللفظ ده يشكل جريمه. القانون ما سابش حاجه خالص. ومين بقى اللي بينفذ القانون ده؟ ومين بقى اللي بيدافع عن القانون ده؟ المحامي. الوقائع اللي عندنا ايه؟ يعني عندك قانون العقوبات بينظم كل الجرائم التي تتعلق بحياه الافراد المجتمع، كل الجرائم، جناح، جنايات، ايا كان. المدني بنفس الوضع، بكل الوقائع التي تتعلق بالنسبه للمجتمع. مدني، المدني انتوا عارفين المدني بالنسبه ايه؟ مدني جزئي، مدني كلي، الشرعي معروف الشرعي ايه، الاداري معروف الاداري ايه، الاستثمار معروف الاستثمار ايه. كل، خلي بالكم، في قوانين صدرت لوقائع جدد في المجتمع، جدد في المجتمع لازم ينظمها قانون. كله دلوقتي عندنا ما شاء الله عدد كبير جدا من القوانين
عندها الاستثمار ما شاء الله دلوقتي ايه اللي شغال برضه فيه ايه دلوقتي. وخلي بالك كل الامور دي بتتع مين بقى اللي هيبقى مسؤول وهيمارسها؟ المحامي. كل حاجه المحامي، كل شركات الاستثمار ايا كان نوعها، ايا كان نوعها، قبل ما يبدا في تكوين الشركه بنقول لك عايزين المحامي عشان يحدد لنا شركه، راس مال الشركه، نوع الشركه هتبقى ايه، كل ده طبقا للقوانين، مش قانون واحد، طبقا للقوانين. عايزين ناسس الشركه، نعمل عقد الشركه، ناسس، نبدا، مين اللي هيعمل؟ محامي. محامي اللي هيعمل، محاميه اللي هتعمل. فعلشان كده عايزينكم تبقوا تركزوا قوي، اللي جاي بتاعكم، اللي جاي بتاعكم لازم تبقوا فاهمين كده، اللي جاي بتاعك، بس انت تبقى لازم انت فاهم انت هتعمل ايه، انت هتتعامل ازاي، الموضوع اللي هيتعرض عليك ايه، ازاي هتعمل رايك، ازاي كل ده. كل محامي لازم يبقى فاهم هو هيشتغل في ايه. ما انا مش محامي هشتغل في كل حاجه، مش هينفع اشتغل جنايه، اشتغل مدن، اشتغل استثمار، لا ده مش ده كلام ما يجيبش حاجه. انما انت بتبقى في تخصصك، في تخصصك عالم، في تخصصك فقير، في تخصصك اديب مفكر، علشان تعمل ايه؟ عشان تقدر تدي في وتعطي في كل الموضوعات اللي تعرض عليك من الناحيه القانونيه والقوانين التي تطبق على هذه الوقائع. لازم انت انت العلامه. انت النهارده لما الشركه، يا شركه بتختار محامي ازاي؟ او مجموعه من المحامين ازاي؟ تسال عليهم، علمهم، فكرهم، تواجدهم، ده مهم جدا. عشان لان الشركه لما بتيجي تتعاقد مع محامي او محامين، التعاقد بيبقى مجزي قوي، دي معروفه بقانون. فعلشان كده بنقول اللي جاي بالنسبة لحضراتكم ده مهم، مهم. وخلي بالكم الأداء هو من جنس العمل. خلي بالك أنت بتاخد على قد أدائك وعطائك وعلى قد شغلك وعلى قد أنت بتصل مع القانون إزاي ومع الموكل بتاعك إزاي. وخلي بالك الموكل بيقدر المحامي من كل النواحي. الأول شكله، كيانه، شيك، بيفتخر بنفسه. أول دي أساس، ده المدخل. ما هو في واحد يبقى عالم ولابس لي بتاعه وما جاي هعمل له إيه؟ مش هينفع. إنما لازم يبقى المحامي كامل من كله، من العلم الأول، من الفكر، من الفقه، كل ده مهم جدا عشان تتعامل. يبقى هو ده، انت لازم تأهل نفسك الاول. بعد كده احنا خدنا دراسه في الجامعه، وكل يوم دلوقتي الدراسه موجوده، المعهد شغال موجود. احنا النهارده بدأنا كده في المعهد. طب ما احنا عملنا دورات، كام السيد؟ ست دورات؟ خمسة. عملنا خمس دورات ما شاء الله، يعني عشان يبقى الكلام احنا بنفتخر بيه. قال خريجي معهد المحاماة في الدورات السابعة. طبعا الناس دي لما بتخرج بتروح المحاكم، بتتردد على المحاكم، على النيابة، على المحكمة، المحاكم بكافة درجاتها، النيابة، الشرطة، بتتردد على كل ده، بيحكموا عليهم، بيقول لك شوف الجيل بتاع معهد المحاماة، شوف المحامين بتوع معهد المحاماة عاملين ايه، شوف المحاميات بيتعاملوا ازاي. الكلام ده بيجي، احنا بنقابلهم في المحكمة، احنا بنقابلهم في انا اخر مرة مقابل محامين ومحاميات في التجمع الخامس، شافوني لقيتهم جايين، حاجة مش حاجة تفرح. انا بجد يعني مش عايز اقول لكم
قمه السعاده اللي انا شفتها ايه معاهم، وهم بيحسسوك كده. انا كنت بعد ما خلصت الجلسه والله جينا قلت لهم لا ما تمشوش، يعني انا بتعامل معاهم محامين بقى خلاص. فلقيت اتكلمت معاهم حاجه تفرق بصراحه. في ناس من رؤساء نقد كلمونا قالوا لنا اللي انتوا عملتوه ده واللي احنا شايفين الجيل ده حاجه ما شاء الله محترمه جدا، حاجه جديده خالص ما شفناهاش قبل كده، كل واحد بيعبر بطريقته، دي حاجه كويسه جدا جدا يعني. وخلي بالكم كل مدى والجيل وخريج معهد المحاماه بيزيد اكتر تفوقا وعلما واداء، كل ده لان احنا بنشوفه واقع. انت بتشوفه هنا، احنا بنشوفه واقع. وخلي بالكم احنا لنا برضو كده في بالنسبه للمعهد مش دراسه خلاص، لا الدراسه دي، لكن احنا لنا تقدير وتقييم بالمنظر، وانت داخل وانت قاعد واحنا بنحاضر واحنا بنتكلم ونشوف ده تقييم. ما هو السنتين دول تقييم في كل حاجه، تقييم في كل حاجه، مش مساله. طب ما في واحد يبقى عربي يعني ايه في العلم ما شاء الله عليه، طب هو بس وبعدين لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه خلق اهو. يبقى الاخلاق فين بقى؟ ما لم يتوج ربه خلق بعد العلم، يعني العلم موجود في الكتاب كل يوم، انما الاخلاق دي بتجيبها منين؟ انت عايش، انت مولود بيها، ده في كيانك، ده في اسرتك، ده في مجتمعك، كل ده ده كل حاجة في الحياة عشان تنجح هي الأخلاق. كل حاجة بتنجح في كل حاجة في الحياة هو الأخلاق، إنما في حاجة تانية مالناش دعوة بيها. فإذا إحنا البداية بتاعت النهاردة دي بداية مهمة جدا جدا، وعلشان كده بنقول برضو إيه، بنبدأ عشان يبقى إحنا عملنا لعينة كويس قوي. في ناس محامين بياخدوا كارنيه وخلاص، مش كده؟ في محامين بيقعدوا معانا شويه وبعد كده انقطعوا عن العمل، وبعد كده يجي لنا يوم اخر يوم في الامتحان، اخر يوم في الامتحان. طبعا هو فاهم ان ده هيبقى محامي، هو مش عايز يبقى محامي، بس فاهم ده اللي هيوصله انه ياخد كارنيه، عشان الكارنيه هو يستعمله في حاجه حته في مكان تاني، وده موجود برضه في البلد. فده احنا في الدوره اللي فاتت دي حسبناه كويس قبل كده، لكن الدوره اللي فاتت دي حسبناه كويس قوي، وعملنا حصرنا اللي اجتهد واللي داخل عايز ان هو معهد المحاماه بالنسبه له دي حياته. انا داخل الجامعه عشان ابقى محامي، انا داخل معهد المحاماه عشان ابقى محامي. فهو ده بينجح في الحياه، وهو هنا وهو خارج بيبقى محامي، خلاص عرفنا الراجل ده انه مستقبله ان شاء الله هيبقى كويس. لكن اللي بيجي في اخر السنه ده ويقعد وياخد ويكتب من ده كلمتين ومن ده كلمتين ومن ده كلمتين، واحنا شايفين وماشيين فاكرين الموضوع بالنسبه لنا، لا ما بيعديش، لا هو ما ينفعش. ليه؟ اصل انا مش ببتحن في المدرسه ولا في الجامعه ولا الكلام ده كله عايز اجيب النتيجه وراء، لا انا مش ببتحن في الجامعه، ده انا مش ببتحن، انا داخل محراب العلم اللي هو نقابة المحامين اللي هي محددة معهد للمحاماة علشان تربي الناس دول وعشان تعد الناس دول للجيل، الجيل اللي هو بكرة اللي جاي بكرة، انتوا بنعدوكم لبكرة، احنا بنعدوكم لبكرة.
وانا بقول الكلام ده، بقول الكلام ده كويس قوي، ولازم تبقوا عارفين الكلام ده، وانتوا عارفين الكلام ده كويس قوي، ده واقع موجود. انما اللي هي زي ما انا قلت كده، وزي ما احنا هنعمل يعني سمعت المساله دي، لان احنا ما نقبلهاش، احنا ما نقبلهاش خالص. لاني اصلا لما بشوف محامي لسه في معهد او محامي لسه شباب او الكلام ده كله، انا بقيمه حتى في المحكمه لو قابلته في اي مكان. انت بتقابله، تسمعين بيقابل، ممكن تسمعين بيقابل محاميات في حلوان، بيقول لك دول بيحضروا الجلسه ازاي، بيخشوا اوضه المحامين يتكلموا ازاي، بيقعدوا ازاي، بيتعاملوا ازاي. ده الموضوع مش سهل يا جدعان، الموضوع مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لان احنا المره دي وخلاص، احنا مش هنعمل معهد المحاماه كل سنه، لا، هو ده، وده اللي بيبدا منه بينتهي منه. انت بتبدا بمعهد المحاماه مؤهل كويس جدا، وعندك معلومات في كل القانون، بتبدا بقى وانت بتمارس بره بتطبق ده عملي ورافعه كل ده، لانك وانت بتمارس عملك اللي هو ايه اللي بيمارسوش غيرك، انك انت محامي، ومحامي بتتعامل في كل امور حياتك مرافعه، حتى المدني، حتى الشرعي، حتى الإداري، حتى عند الخبير وانت بتتناقش مع الخبير، كل ده انت بتمارسه عملي. وعشان انت تمارسه عملي لازم تعيشه واقع، لازم تعيش الواقع، لان الواقع ده هو اساس النجاح في مهنة المحاماه. الواقع، لأن الواقع ده بتعيشه على الطبيعة، بتعيشه وتتعايش معاه. في فرق بين تعيشه وفرق بين تتعايش مع الواقع كله، ده مهم، ده المحاماة، ده الواقع. والواقع ده اللي المحكمة بتشتغل عليه، الواقع ده اللي المحكمة بتحكم بناء على الأدلة المقدمة بصحة الواقع. شوف الكلام، أدلة مقدمة على صحة الواقع بالنسبة للمحكمة. ما هي لازم واقع يبقى له دليل، لازم واقع يبقى له دليل، والأدلة متعددة، والأدلة متعددة قولية ومادية وفنية، وكل ده بتجتمع وتتفق وتتحد على صحة الواقع. تاني ده كلام ايه؟ ده مش كلام، ده واقع، بس انا بعرض الواقع. اللي انا بقوله ده كلام حديث، بمعنى ادق حديث، حديث بيتناول واقع تعايش معاه وتعايش بيه وبيعرضه، بتعرضه مضمون أدلة محددة، عشان الأدلة المحددة دي بتكون في مضمونها وفي مجملها نتيجة أنت عرضتها على المحكمة، والمحكمة عاشتها، وبعد كده هتبدأ تقول حديث المحكمة في الأوراق، النتيجة اللي هي الحكم. الحكم بقى سواء في جناية، سواء في مدني، سواء في شرعي، سواء في إداري، سواء في استثمار، سواء في تجاري، سواء في السجل الشرعي، كل ده حكم، وكل ده محكمة مختص، محكمة مختص، وكل المحكمة المختصة دي بتختص بنوع معين من الوقائع. ومين بقى عشان ترجع للواقع، مين بقى اللي بيتناول وبيعرض الواقع ده
ايا كان نوع الواقع. حضرتك المحامين هتعرض الواقع، وانت حضرتك هتعرض الواقع، والنيابه هتحقق في الواقع، والشرطه هتعمل جمع استمثالات وتعرض على النيابه. كل ده من اول جمع الاستمثالات لغايه النيابه ولغايه الشرطه والنيابه سلطه التحقيق. في النيابه مش النيابه وبس، في سلطات ثانيه القانون اعطاها حق التحقيق، يعني المحكمه ممكن تحقق. انا مش فاهم مشكله. يعني لما نيجي نقول احنا دلوقتي كل الاتجاهات دي بقى مش عايزين نسال، كل الاتجاهات المنوط بيها ضبط واقع يشكل فعل مجرم وفعل محدد بمواد الاتهام، وبيعرض على الجهاز المنوط بها ضبط هذه الواقعة والتحقيق فيها أمام سلطة التحقيق وتحيلها بالأدلة القولية والمادية التي انتهت إليها سلطة التحقيق اللي هي النيابة العامة أو غيرها، وعرضت ذلك بعد انتهاء التحقيق على المحكمة المختصة. احنا سكتنا ليه كده؟ فهنا انت بقى كده دلوقتي انا مبسوط، لان احنا ابتدينا نقرب، ابتدينا نتعايش، ابتدينا نفكر، ابتدينا نشوف نتعايش مع ايه، ابتدينا نشوف احنا هنعرض ايه، ابتدينا نشوف انت هتعرض ايه. انا بتكلم واقع ماشي، وانتوا ده انا متاكد انك بتتعايش معايا فيه، لازم ده مهم جدا. طيب لما النهارده احنا بنتكلم في المجمل، ماشي، لغايه بنتكلم في المجمل ليه؟ لان احنا بنبدا لسه حديث الواقع، بنبدا حديث المعهد، بنبدا حديث الموضوعات اللي هتعرض ايه، كل ده احنا بنبدأ. طب احنا قبل ما نبدا الموضوع لازم نتكلم في الاجراء، مش كده؟ لازم نتكلم كيفيه اداره المعهد، كيفيه الحضور في المعهد. ما فيش حاجه اسمها غياب خالص، مش حاجه غياب. احنا مش المدرسه، لا، احنا في مكان علم، في محراب علم، في محراب عدل، كلنا جايين حريصين على ان احنا بنتعايش واقعة، عايزين نوصل لبر الامان فيه. فما فيش واحد بقى يجيب ورقة واصلي مش عارف ايه واصلي انا مش عارف كلام كده، يعني ما انزل له من سلطان، ما ينفعش. احنا محامين، كل واحد. انا شايف النهارده حتى العرض اللي موجود بالنسبه لكم محامين ومحاميات عرض يشرف. ناس جايه على اساس ان هي جايه تتعايش مع مهنه المحاماه، جايه مؤمنه برساله المحاماه، جايه مصممه على انها تعرض رايه المحاماه. ان انا شايفينه كده، ده اللي موجود، محامين ومحاميات، عشان يبقى الكلام واضح. ماشي، الا بقى من بقى مش هنقول، لكن اللي احنا شايفينه النهارده ده حاجه كويسه جدا، ولذلك بقى عايزين نتمسك بيه، نتمسك بيه. انا بنقول احنا كده نتمسك بيه، وانتوا تتعايشوا معه وفيه، لازم. واحنا عندنا كل حاجه، ده اللي احنا بنقوله واللي احنا هنعمله. واليوم بتاع المحاضره بتاعه المعهد ده يوم مقدس، يوم مقدس، مش في غياب خالص. وبعدين في حاجه، انا هتغيب ليه؟ ده الواحد بيجي يجري عشان يلحق، عشان يلحق يتعلم،
عشان اللي هيشوف واحد محاضر بيحاضر حاجات موضوعيه هستفيد منه. في وقت بنجري عشان النقابه رفع كل حاجه النقابه مقدمها لنا، كل حاجه، كل حاجه النقابه مقدمها. ايه ده؟ احنا المفروض نيجي قبل ميعاد المحاضره، لازم نيجي قبل ميعاد المحاضره. لا ليه؟ لان الوقت بيتحسب بالثانيه، الوقت بيتحسب بالثانيه. خلي بالك انت ممكن تيجي تكون رايح محاضره او وما تلحقش، وممكن المحاضره دي اللي كان موضوعها موضوع كان مهم جدا جدا وكلنا كنا قاعدين ومنصتين جدا وملتزمين جدا لخطوره الموضوع اللي بيعرض علينا، مهم مش هنلاقيه تاني، وبالنسبه لنا حياه وموت ليه في حياتنا. مينفعش، لا. فعلشان كده انا باكد قوي، باكد تماما. طيب احنا لما نيجي نقول المحاضرة والكلام ده، المحاضرة لها ميعاد، باب المحاضرة هيبقى بالنسبة للميعاد، باب المحاضرة أول ما نبدأ المحاضرة نبدأ زي هنخش ونقفل الباب، مش هيتفتح تاني، مش هيتكلم واضح، لأن اللي بيحصل ده خروج ودخول. لا ده مش محاربة، ده مش محامين، ده مش رجال قانون، لا ما ينفعش. فعش انت لا قادتك ولا قيمتك تنفع كده، انت جاي داخل محراب علم، كل ما تطلع مش جاي داخل عشان اخبط ولا استنى، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. احنا كنقابة بحارسين، هم مجهز لكم كل حاجة، قاعة كويسة جدا على النيل، مفيش بعد كده. في نفس الوقت احنا مجهزينها كويس قوي، مجهزينها كويس قوي، يعني علم. وانت في مكان دماغك شغال، ما انتش قاعد في مكان انت متضايق منه، لا انت قاعد في رقبتك في مكان محترم جدا، في مكان مش موجود في اي مكان تاني، احنا مجهزينه لك. مش ببلاش، لا، بس بتاع النقابة، بس بتاع النقابة. احنا عايزين نديكم كل ما نملك لرفع شأن وراية المحامي في كل حاجة. الموضوع مش سهل، خلي بالك، ولازم تبقوا عارفين ان من غير المحاماة ما حدش له خالص، عشان يبقى الكلام واضح. انت دخلت نقابة المحامين وعشت مع المحامين وبقيت عضو في الجمعيه العموميه للمحامين، محامي، بيت محامي، مع دود من المحامين اللي هم يشار لهم بالبناكين، عضو في الجمعيه. خلي بالك المحامي او المحاميه شخصيه عامه، شخصيه عامه، المحامي والمحاميه دول شخصيه عامه، ما فيش فيها كلام، وبنتعامل احنا على كده، والمجتمع بيتعامل معنا على كده. ما هو طب هو المحامي مش شخصيه عامه فعلا؟ لانه موجود دوره وحديثه شخصيه عامه في كل في كل في كل نوع في كل نواحي الجمهوريه، بيروح كل بيتعامل مع كل المحامين اللي موجودين على مستوى الجمهوريه، بيتعامل مع المحاكم اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، بيتعاون مع النيابات اللي معروفه على مستوى الجمهوريه، بيتعامل على مع الشرطة كلها اللي موجودة على مستوى الجمهورية، وما فيش أي جهة من دول تقدر تشتغل من غيره، عشان يبقى الكلام واضح. ما فيش أي جهة من الجهات اللي أنا قلتها دي تقدر تشتغل من غير المحامي، مقدرش خالص. ده المحكمة لو المحامي ما جاش وتأخر في الجلسة، المحكمة بتقول للمحامي احنا هنجيب لك محامي، ولا يا ابني المحامي بتاعك ما جاش ولا ايه؟ يقول لا المحامي بتاعي لسه ما جاش.
جات شغاله والمحامي ما جاش، محكمة بتأجل القضية لحضور الأستاذ المعالي. مش كده فوضى. لا، القانون بيقول كده. القانون بيقول كده. لازم المحامي يبقى موجود. والمحكمة بتديله كل ما يريد بالنسبة له. محامي ما حضرش. محامي عنده ظروف، محامي عنده جلسة. وبيسأل كده، والصبح عشان تبقوا عارفين قبل الجلسة ما تبدأ والنيابة بتثبت حضور المتهمين والمدعين المدني والكل الموجودين في المحاكم حسب نوعها، بيثبت حضور المدعي أو المدعى عليه والمتهم والمدعي بالحق المدني، وكل ده بيتثبت. بعد طب المتهم ما جاش، المحامي ما جاش، الحاج بيسأل السكرتير بيقول له تعالى المحامي بتاعك مين؟ يقول له فلان. طب هو جاي؟ يقول له لا ما جايش. يبقى احنا بنتكلم عند الحضور. السكرتير بيخش يقول لرئيس الدايره، يقول لك مين اللي حاضر عندك؟ رقم كذا ورقم كذا والمحامي ما جايش. اسمه يبدا يشتغل الجلسه لغايه الرول ما يجي بتاع المحامي وبتاع المتهم، فبيدعى على المتهم، المتهم في القفص. المحامي بتاعك فين؟ يقول له ما جايش. طب هو هيجي اخر جلسه؟ قال انا ما اعرفش. يقوم اخر الجلسه يقوم ياجل وينتدب لمحامي. ده كلام قانون. اللي بيعمل كده بقى عشان تبقى عارف ان المحامي ده شخصيه عامه، كل الاجراءات اللي بتتم في الدعوه ايا كان نوعها، جنائي او مدني او تجاري او احوال شخصيه او استثمار، ايا كانت القضيه دي، ايا كانت القضيه، ايا كانت الدعوه، اللي بيبداها وينهيها المحامي. ها ايه رايكم بقى؟ اللي بيبدا الدعوه وينهيها الاستاذ او الاستاذ المحترم المحامي. القانون قال كده وهو دوره كده، لانه هو حمايه العداله. كله بيقول واللي في الاخر اللي بيصيغ واللي بيفكر واللي بيكيف واللي بيعرض واللي بيقول الادله دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، واللي بيعرض الدعوه كلها بمضمونها بأدلتها ايا كانت، السيد الاستاذ المحامي المحترم. المحامي او المحامية لو نقول كده. فاذا يبقى الشخصية دي فيها حد مثيل، يعني حد يقدر يقوم بكده؟ فيه؟ لا لا طبعا. احنا بنقول بقى احنا كده، واحنا لان ده واقع عايشين وعايشين وعايشين يعني عارف ايه، وهو عايش جوانا. احنا عايشينه وهو عايش جوانا ومعانا، عشان تبقوا عارفين يعني. ده المحامي. المحامي الوحيد اللي بيتعمل له ألف حساب في المحكمة المحامي. مش المحكمة بس، أي جهة. احنا بنقول الكلام ده عن 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 ايه؟ عن واقع. عشان تبقوا عارفين بنقول الكلام ده عن واقع. يعني انت لما هتبدا تشتغل بقى هتحس بقيمتك وكيانك. انت ايه؟ انت ايه؟ فعلشان كده احنا بنقول موجز موضوعي منطقي ثابت عشان تشتغل عليه. وبقول تاني، الحضور، الناس اللي حاضروا دلوقتي دول لنا كلام معاهم، ماشي؟ لان احنا اللي جاي هو اللي هنبدا بيه. النهارده كان مجرد لسه كده يعني بنقعد مع بعض شويه، جينا متاخر، جه ما اعرفش ايه الحضور ما يعني، بس احنا خلاص احنا الكلام ده قلنا اللي عندنا كله وعرضناه عليكم كله، وانتوا بالنسبه لنا مسؤولين عنكم مسؤوليه كامله، ومش هنسمح باي عبث ايا كان.
لازم مش هنسمع باي عبث ايا كان انه يطال من المعنى، ولا مش هنسمع مش اي عبث، يعني اي مجرد ان لقطه زي اللي شفناها النهارده دي، احنا شفناها النهارده دي منظر مش حلو، منظر مش حلو، مش كده بتاع ده، منظر مش حلو خالص. يعني احنا قاعدين وقربنا نلاقي الاساتذه داخلين وعمالين بيصورونا وصوروا الموقع، وايه ده؟ مين اللي قال كده؟ مين يقول كده؟ ومحامين قاعدين جايين بقالهم ثلاث ساعات او اكتر من ثلاث ساعات، ده انا جاي بدري شفتهم. مين يعمل كده؟ طبعا احنا عديناه، بس يعني مش هتحصل تاني. انتوا طبعا عارفين هنمارس ازاي، مش كده؟ لسه هنتكلم بعد كده بقى في الايه المحاكم وانواع المحاكم والنيابه ودرجات النيابه والشرطه وحاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي بس سهله جدا. ليه؟ لانه واقع انت بتتعامل معاه، مش هتقرا، انت عندك معلومه خدتها بس انت هتتعامل معاه مع الواقع المنطقي بقى، يعني مش محتاج تقرا، لا. فعلشان كده احنا هنبدا طبعا اللي جاي هيبقى فيه محاضره كده في الاول، يعني موضوع، واحنا عشان تبقوا عارفين احنا جايبين محاضرين علماء فعلنا وفي اماكن مهمه جدا 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 جدا. يعني عشان تيجي هنا النقابه ده حاجه يعني تبقى، بس احنا الحمد لله بعلاقتنا ومع الناس ومع الجهات المسؤوله دي كنقابه الناس ما بيتاخروش على الاطراف، واحنا برضو عارفين احنا مكانتنا ايه، ولما يوافقوا لا احنا اكبر من فعلا، يعني اللي جاي حاضر وهو مطمئن والجهه بتاعته مطمئنه، لان الجهه اللي هو جاي ليها دي اللي هي نقابه المحامين اكبر مؤسسه في الدوله، كل بيتمنى رضاها، فاحنا كده برضه. فان شاء الله اللي جاي هتبقى حاجه كويسه جدا يعني. وعلشان كده مش هنفوت دقيقه، واللي مش هيجي